استعدوا على الاسم يرتبطوا ويتلفوا الفطريات بتاعتهم. احسن حاجه حصلت امبارح هو رد فعل مهبوب المصري على الحكم وهو ان هي هتفت وقالت الاسم معناه انه ان كان بيحبس زمان ايام حسني مبارك وكان بيتحبس ايام مرسي طبق سيجار، فبالتالي السيسي كمان مش هيقعد فيها ومش هيطول لانه لحد دلوقتي هما ما بيتحكمش عليهم علشان هي قضيه من ايام الاخوان او من ايام السيسي، بيتحكم عليهم لان هما ناس قاموا ثوره وطبيعي انهم يكونوا عاملين صداع للنظام. في خطوات تانيه ليها علاقه بانه يوسف شعبان مريض بفيروس سي، فالحكومه ضغط على انه يتعالج بشكل ادمي مش هو بس كل المساجين، ودي فرصه كويسه انا شايفه انه ده مكسب لينا في الاول وفي الاخر علشان نقدر نضغط على تحسين ظروف الصحه جوه السجن اللي هي اصلا مش قادرين نصلحها بره، بس احنا بنبقى علينا يعني ناس جوه كتير قوي عندها فيروس سي بس يوسف، وفي امراض ثانيه كتير قوي مرضيه. اخر حاجه في يوم الاربعاء الجاي واقفه قدام مكتب الصحفيين الساعه 5 بضمان ضد حبس الصحفيين، حريه يوسف شعبان وحريه سكان وحريه مصري وحريه الوالد. يوم الاربعاء الجاي اجتماع لجنة الحريات ولجنة احتجاج الصحفيين اللي هو 10 يونيو، هنبدأ ندرس فيه الإجراءات اللي هتتعمل يوم 10 يونيو، يوم احتجاجي طويل، سواء احتجاجا على الحبس وعلى أوضاع الحريات في مصر، أو احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتزايد الفصل التعسفي. اليوم المفروض هنشوف شكله النهائي، هنجتمع يوم الأربعاء الجاي الساعة 6 هنا في مكتب الصحفيين في الدور الرابع، الدعوة مفتوحة للجميع.